نروح للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري واللي بتحظى مشروعاتها بمتابعة مستمرة من جميع المسؤولين. النهاردة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية اللي بيتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في المواقع المستهدفة في مختلف القطاعات. وشدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة. معانا على التليفون دكتور وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد. دكتورة مساء الخير، وإيه اللي بتعكسه المتابعة الحكومية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بتعكسه المتابعة الحكومية هي الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة بكل معانيها، وهنا عندنا معنى رئيسي هو الإصلاح الإداري للمؤسسة التنفيذية للدولة. فمن خلال هذه المتابعة الحكومية المستمرة إلى مشروع حياة كريمة بنجد أن هناك إدارة رشيدة للمنظومة التنموية بتعمل على التكامل السياسي لجميع وزارات الدولة. فنجد أن الدولة بجميع وزاراتها على قلب رجل واحد زي ما بيقول الرئيس تمالي في خطاباته. فعدم وجود تمايع للمسؤولية، ولكن في تكاتف، في جدية، في تعاون. هذه المتابعة بتمكن الحكومة من السيطرة على كل تغيرات المشروع، سواء التحديات، سواء الفرص، سواء الاستزادة من يعني القيمة المضافة لمشروع حياة كريمة. برضو بتسطر في الجمهورية الجديدة حاجة جديدة في منظومة الإدارة، وهي إدارة المخاطر بالمتابعة. بمعنى إيه؟ إن أنا ما بستناش إن الأزمة تحصل، ولكن أنا بنزل بشوف المتطلبات، بشوف مواطن الضعف بصلحها، بكون واقف على الإنجاز، ممكن أزود هذا الإنجاز. فبكل الأحوال هذه هي الجمهورية الجديدة من خلال الإدارة الرشيدة لمنظومة الدولة التنموية. لأي مدى بتسهم المشروعات المنفذة دكتورة وئام ضمن المبادرة يعني في تحقيق تنمية لأهالي القرى المصرية وتحسين مستوى المعيشة عندهم؟ طيب تيجي أستاذ ريهام نحكي كده في عجالة شديدة. قصة عم أبو شهد، تمام؟ أبو شهدي ده راجل بسيط، يعني مهنته هو إصلاح الأحذية. بيسكن في قرية بصرة في مركز الفتح في أسيوط، دخله 20 جنيه. حياة كريمة عملت له إيه؟ على أرض الواقع. حياة كريمة عملت له سقف البيت. حياة كريمة بيضت له البيت. حياة كريمة عملت له الأرض، من حولت له من تراب إلى سيراميك. عملت له ايه كمان؟ دخلت له السباكه، كل وصلت له الكهرباء، كل ده بالمعنى المبسط لرجل الشارع المصري. عملت حياه كريمه لراجل لا يمتلك الا 20 جنيه في اليوم. طيب لما وفرت حياه كريمه هذه الاشياء اللي احنا بنقول عليها حقوق الانسان بالصبغه المصريه، حصل ايه؟ حصل ان زوجة ابنه قالت احنا محتاجين كستات في البيت، ان احنا عايزين نشتغل مشروعات تجيب لنا دخل. ده بصورة مبسطة هايل كريمة عملته في اهالي الكرة المصرية. وطبعا هو مجرد مثال لغيره كتير وكتير من المواطنين اللي حياتهم بالتأكيد اتغيرت تماما بعد المبادرة دي يا دكتورة. بالظبط بالظبط. طيب اتفضلي. معلش المقاطعة، ولكن لا لا بالفعل حولت الفقير من مجرد متلقي للمعونات إلى مالك يسعى إلى تنمية نفسه والبحث عن توفير مشروع يضمن له استدامة الحياة الكريمة. مما لا شك فيه أن المرحلة الثانية لهذا المشروع سوف تحقق التقارب في الفجوة، بل سوف تنهي الفجوة فيما بين الريف والمدينة. طيب شايفة ازاي الدور المهم كمان للشباب ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح المبادرة دي؟ بصورة مبسطة ان الشباب المصري في حراك، حراك اجتماعي، في مبادرات اجتماعية. المبادرات دي بتتحول إلى أعمال ريادية، سواء تمكين الشباب المؤهل في إدارة الحياة كريمة من خلال
المنتمين إلى برنامج الرئاسي وهم من يديرون المبادرة الآن، أو من الراغبين في التطوع، أو من خلال الاتحاد الرائع، اتحاد الجمهورية الجديدة للشباب. فهذا يمثل التمكين الآمن للشباب، ويعني هنا بركز على الشباب المؤهل، عشان إحنا مش أي شاب يجي يطلب التمكين، لأ، أنت لازم تتأهل عشان تكون قادر على هذا التمكين. أما عن المجتمع المدني فإن حياة كريمة أعادت الثقة في منظمات المجتمع المدني، بل حولتها من مجرد تجمعات أو تنظيمات خيرية إلى تنظيمات تنموية تعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الرسمية إلى الدولة. تعالي أستاذ ريهام ناخد كده من أقوال سيادة الرئيس المقصورة حول مشروع حياة كريمة، فبيقول إن الإيمان بالحلم يصنع الواقع ويصنع المستقبل في نفس الوقت. لقد آمن المصريون بحلم المبادرة 2019 ليتحول إلى مشروع قومي يلتف حوله الهوية المصرية 2021. ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا دكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد.